بنقول لك هارد لك كابتن رئيس. يعني شوف كيف شايف حدود الانصار حاليا بعد هذه التعاطف؟ ماشي بعد ما هذا الدوري باول وقت خامس سادس مباراه تتشعلها بكثير بعد الامور. يعني ما عم نتوصى الحظ العاثر يعني ما عم بيحل عنا. يعني نحن بقول لك الحقيقه كمان لعبنا مثل العهد. يعني ما كنا لا احسن منهم ولا احسن منا. هن توفقوا بجول بلنتي. هذا حكم لبناني ما كان بيصفرها مثلا. حكم الاجنبي هيك شغله يمكن بيصفرها. لا خلصت المباراه بعد يعني بعد البنالتي. صعبه بمباراه مثل هاي انك ترجع تعوض وبدك تفتح. يعني يعني محتمل كمان تاكل جول. مشان هيك كانت الامور صعبه علينا اول 10 دقائق ناكل جول. بس انتوا طالبتوا بحكام اجانب ولا لا العهد؟ لانه بتصور انا ما بعرف اذا العهد بس انا اكيد نحن ما طلبنا بحكم اجنبي. بس انا رح اقول لك شغله حطوها ببالك. الحكم الاجنبي هو ما طلبنا هلا لانه الحكم اللبناني كان حيتاثر بماتش النجمه ويتاثر بالجمهور. جابوا حكم اجنبي لحتى ما يتاثر ويشتغل صح. احنا عندنا ملاحظات بس هي يعني عدم توفيق بالنهايه. رئيس يعني من اول الدوري لهلا نادي الانصار الحظ ما بيكون حليفه. شو بنعمل؟ بلكي بدك عمل لك هيك تبع لك شيء تشكيل فرق مثلا. ان شاء الله الامور بترجع مثل ما بيقولوا بتتحسن. ان شاء الله الثلاث نقط اللي راحوا اليوم بنعوضهم بالماتش الجاي وان شاء الله اللي بعده واللي بعده والاياب ان شاء الله طويل. شكرا.